بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عرض خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي ما بعد رضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم، وبنأكد على كلمة تبسيط العلوم يا جماعة الخير، ما بنخشش في التفاصيل الدقيقة قوي للمتخصصين، احنا قاصدين بالقاصد بالفيديو الفيديوهات اللي بنعملها الطلاب في مراحل معينة، لكن طبعا ممكن يبقى في حاجات متخصصة أكتر من كده شوية، لكن احنا بنحاول نبسط المعلومة عشان الطالب يقبل عليها ويفهمها يعني. واكيد في المحاضرات بقى او في الحاجات المتخصصة هيكون في اكتر، ولو حد طلب حاجة بنعملها له ان شاء الله. طيب، مع حضراتكم علاء السعيد، استاذ دكتور علم الطحال بجامعة اسكندرية ومعار حاليا الى جامعة القصيم. بنتكلم على مقارنة بين الحمضين النوويين اللي هم الدي ان اي والار ان اي، وهنعرف الفروق بينهم ايه والتسميات بتاعتهم. دول حمضين نوويين مسؤولين عن موضوع الوراثة و الى اخره، وهنشوف مع بعض هنتكلم ايه المقارنة اللي هتتم بينهم. طبعا تركيب الدي ان اي او الحمض النووي التفصيلي ده كان فيديو مستقل ومرفوع قبل كده، وده هنا بقى بنتكلم على المقارنة. فلما بيجي بنتكلم على المقارنة يا جماعة الخير، هنلاقي ادي الدي ان اي اهو، يعني عامله بطريقة لطيفة ومبسطة وهنتكلم عنه. ادي الار ان اي، وهنشوف الجدول ده بيلخص طبعا مش كل الفروق، في فروق اكتر من كده، لكن احنا هنا هناخد وجه المقارنة بقى من حيث الشكل زي ما هنشوف اذا كان شكل مزدوج او مفرط. هنشوف الانواع، نوع انواع الدي ان اي وانواع الار ان اي المعروفه، لان في انواع اكتر من الثلاثه اللي مكتوبين، طبعا الوظيفه بتاعت كل واحد فيهم، انواع القواعد النيتروجينيه وهنعرف يعني ايه، وانواع السكر اللي بيكون الباك بون او الشريط او الخيط بتاع الدي ان اي او الخيط بتاع الار ان اي، ومكان وجود كل واحد فيهم. بنشوف مع بعض اول فرق طبعا واضح قدامنا على طول للعين المجرده، ان في الرسم طبعا ان الشريط المزدوج هنا اللي هو دي ان اي عباره عن شريط وخيطين، خيطين مزدوجين، شريط مزدوج حلزوني، اما الار ان اي فهو شريط مفرد وحلزوني ايضا. ده بالنسبه لنوع منهم يعني، لان في انواع تانية ليها اشكال اخرى، لكن ده الشكل المتعارف عليه. بنيجي نتكلم بعد كده على الدي ان اي، هنشوف ان هو بيسموه سيلف ريبليكيتنج، او بيقدر يعمل التكاثر او التضاعف، متاسف مش تكاثر، التضاعف الذاتي، يعني يقدر ينسخ نفسه. فده الشريط الازرق اهو القديم عمل شريط واحد تاني كمان جديد بطريقه معينه، ده فيديو مستقل كده، اصبح شريطين، او بطريقه تانيه بيبتدي الخيطين الزرق بيبعدوا عن بعض وكل واحد فيهم بيكون خيط جديد، فيبقى نص يبقى خيطين ايضا شريطين، نص الواحد ده قديم وجديد وده نص قديم وجديد. ثم الطريقه الثالثه بنلاقي ان في اجزاء بقى، يعني الخيط ده فيه منه اجزاء جديده واجزاء قديمه، مش نص ونص ولا حاجه، يعني بيبقى خليط ما بين النوعين. طيب يبقى دول ثلاث انواع، يبقى اذا اللي ما يهمنيش التفاصيل بتاعتهم، لكن يهمني ان الدي ان اي قادر على نسخ نفسه، عمل نسخه ثانيه من نفسه. في حين ان هنشوف مع بعض طبعا، طب بالنسبه للار ان اي لا، بيعتمد على الحاله الوظيفيه، وده هنشوفه حالا في الشرايح اللي جايه. طيب كان لازم نبدا ونقول ان الدي ان اي ده stands for، يعني بيقف في ايه، او اختصار لايه. هنلاقي دي اوكسي ريبونيوكليك اسيد اللي هو الحمض النووي منقوص الاكسجين، منقوص كلمه دي معناها without، بدون، من غير اكسجين، وهنعرف فيه حالا دلوقتي. اما الار ان اي، ادي الار اهي، ادي النيوكليك، ادي الاسيد بالشكل ده، اسيد اللي بيبقى في سي او اتش. المهم نيجي نبص على الخيط ده، او الخيط ده في الدي ان اي او في الار ان اي، وطبعا ده الفيديو اللي هو السابق، كان بيتكون من وحدات نيوكليوتيد متكرره، كان الاساس فيها السكر الخماسي اللي احنا شايفينه قدامنا قدام حضراتكم دلوقتي. طيب لما نيجي نبص عليه هنلاقي خمس ذرات كربون، خلاص اللي هي ادي 1 2 3 4 وادي الخمسه اهي. نركز على رقم 2، هنلاقي في الدي ان اي ان السكر اللي بيكون الخيطين دول رقم 2 الكربونه شايله 2 اكسجين، ادي واحده وادي واحده هنا. الدي بدل او اتش، لا ده اتش فقط، فكاننا شلنا منها الاكسجين، فبنسميه سكر خماسي منزوع الاكسجين، ومن هنا جت التسميه. اما في الار ان اي بيكون السكر بتاعه كامل في او اتش، وادي او اتش خلاص. والحقيقه الفرق ما بين السكرين بالشكل ده كده هيعمل حاجه مهمه جدا هنشوف هنتكلم عنها بعد كده. يبقى ده نوعين السكر الموجودين في الدي ان اي والار ان اي. ثم ناتي الى قواعد النيتروجينيه، اولا كلمه بيزس، نيتروجين بيزس او نيتروجينس بيزس،
كلمة بيز يعني قاعدي، اللي هي كلمة عكس حمضي يعني، إن هي قواعد في السوائل يعني. وبرضه لو قلنا إن هي قواعد يعني قاعدة يعني أساسية أو ما شابه، لأن هي بتعرف الخيط، لأن الخيط ده والخيط ده حتى هنا في الار ان ايه هو عبارة عن سكر وعبارة عن فوسفات، يبقى اللي بيميز الأجزاء بتاعة الخيط هي قواعد النيتروجينية. هنلاحظ إن هما في 4 قواعد زي ما إحنا شايفين في الدي ان ايه، أدي الإيه موجود أهو ودائما، وأدي التي، أدي جي، وأدي السي. ولو دققنا شوية هنلاقي إن الإيه دائما بيرتبط بالتي، وإن جي اللي هو الأدينين والثيامين، وأدي الجوانين والسيتوسين بالشكل ده كده. في حين نيجي نبص نلاقي يبقى دول 4 موجودين هنا في الدي ان ايه اللي هو ده. طبعا هنا معلم التي كبيرة قوي كده، هنعرف ليه؟ عشان هنا هنلاقي ادي الايه موجودة، يبقى هنا موجودة وهنا موجودة. هنلاقي الجي اهي موجودة هنا وهنا، هنلاقي السي موجودة هنا وهنا. امال الفرق فين؟ مفيش ثيامين، ولكن في اليوراسيل اللي هو او اليوراسيل اللي هو موجود هنا بالشكل ده اللي هو اليو. الحقيقة السبب في الموضوع ده ان اللي احنا سائله من شويه، ان السكر الخماسي اللي موجود هنا اللي منقوص الاكسجين يتلائم، ان ممكن الثيامين يتحد معاه، اما الثيامين ده ما يقدرش يتحد بالسكر الخماسي العادي اللي موجود في الار ان اي، فبيكون البديل لينا يتغير التركيب ده شويه عشان يدينا زي ما هنشوف اليوراسيل هنا هيقدر يرتبط بهذا السكر اللي موجود. نروح بعد كده نشوف القواعد بقى بتاعتنا بالتفصيل اهو. ادي الـ3 قواعد اللي موجودين هنا وهنا، ادي الاي وادي الجي وادي السي. خلاص، يبقى الادينين والجوانين اللي هي قواعد النيتروجين واتكلمنا عن انواعها قبل كده، اللي هي البيورينات اللي هم الحلقتين موجودين هنا وموجودين هنا. طب وبالنسبه للحلقه الواحده السيستوسين موجود في الاثنين. امال الفرق فين بقى في القاعده النيتروجينيه 4، لان احنا كل واحد فيهم بيشيل 4 انواع، مش 4 وحايد، لا 4 انواع. النوع الرابع هنا الثيامين اهو، هنا في الناحيه دي قلنا ما ينفعش الثيامين عشان مش هيركب بالسكر اللي هنا، فبناخد اليوراسيل. والحقيقه لو بصيتوا للاثنين هتلاقوا نفس الترتيب. امال الفرق فين؟ اهي في الكربونه دي هنا سي اتش 3، ده مش موجود، ده اتش بس. خلاص، يبقى ده الفرق الرئيسي، هنا تي وهنا الايه اليو. بنروح بعد كده بنتكلم على مكان التواجد، فين الدي ان ايه بيتواجد؟ الدي ان ايه هي ماده الوراثه، فاكيد بتتواجد في النواه بشكل رئيسي، وان كان بتتواجد في بعض الاعضاء او العضيات الاخرى داخل الخليه الحقيقيه النواه زي البلاستيدا والميتوكوندريا. عشان كده بنوصف البلاستيدا والميتوكوندريا زي ما في فيديو هيترفع بعد كده، اللي هي الصفات العامه للخلايا وتركيب الخلايا في حقيقيات النواه، انها عضيات مستقله. ليه مستقله؟ لان فيها جزء من الدي ان ايه، يعني الدي ان ايه اللي موجود في النواه مش هو اللي موجود في البلاستيدا والميتوكوندريا. الجزء بتاع الدي ان ايه اللي موجود في البلاستيدا والميتوكوندريا ده خاص به كل واحد فيهم، عشان البلاستيدات يا جماعه الخير بتتكاثر، عددها ممكن يتغير. نفس الحكايه والميتوكوندريا، عددها بيتغير في الخليه وفقا للحاله الفسيولوجيه اللي هي الحاله النشطه بتاعتها. فاذا كان بيعمل بناء ضوئي كتير وبتاع وعايز بلاستيدات وضوء ضعيف، فده لازم تتكاثر، فلازم يبقى فيها ماده الوراثه بتاعتها. نفس الشيء في التنفس عشان يطلع الطاقه بيبقى برضه محتاجه انها تتكاثر، فمحتاجه الدي ان ايه بتاعها. لكن الدي ان ايه اللي بيحتوي على الصفات الوراثيه بتاعت الكائن كله هو اللي موجود في النواه. وبالمناسبه الدي ان ايه اللي موجود في النواه لا يغادر النواه على الاطلاق. طيب، ونفس الشيء بالنسبه للبلاستيدا والميتوكوندريا. اما الار ان ايه، لا بنلاقي في انواع منه كتيره. المتعارف عليه او المعروفين الثلاثه الرئيسيين اللي هم بيخشوا في تركيب البروتين، اشمعنى البروتين ده فيديو مستقل هناخده بعد كده ان شاء الله، اللي هو الثلاثه بقى. الام دي اختصار كلمه ماسنجر، يعني المرسال، شايل رساله يعني. يبقى الماسنجر ار ان ايه او الار ان ايه المرسال، والريبوسوم الار ان ايه، ده ار ان ايه بيخش في تركيب الريبوسوم، والتي ان ايه ار ان ايه اللي هو الترانسفير او الناقل. ده موجود في النواة ويقدر يغادرها وبيروح للسيتوبلازم، يبقى ده ليه حلية حركة. أما الاتنين دول موجودين في السيتوبلازم، ده موجود في تركيب الريبوسوم وده سايب في السيتوبلازم. اللي موجود الام ار ان اي ده الحقيقة يا جماعة الخير بيكون ايه؟ بيكون جزء صغير، شايل جزء صغير من الشفرة اللي موجودة على الدي ان اي، عشان كده بيتكون داخل النواة ويطلع، وهنعرف ليه بعد كده. نشوف مع بعض الدي ان ايه مكان وجوده اهو، موجود في النواه اللي هو المكان الرئيسي، وموجود ايضا في الميتوكوندريا، وموجود ايضا في البلاستيدا زي ما احنا شايفين. هنا موجود حلقي اهو، وهنا موجود باشكال حلزونيه او متشابهه. طيب، ده الدي ان ايه ومكان وجوده. اما الار ان ايه بقى يا جماعه الخير، اسف، الوظيفه بقى، لان هنشوف الار ان ايه دلوقتي حالا.
الوظيفه بتاع الدي ان ايه اللي هو اللي كان موجود في النواه ده بيتحكم بالصفات الوراثيه للكائن كله زي ما احنا اتفقنا. طب اللي موجود في البلاستيدا والميتوكوندريا، ما احنا لسه قايلين قلنا مسؤول عن عند تكاثر او زياده عدد الميتوكوندريا او البلاستيدات داخل الخليه، فده بيكون بيحمل الصفات الوراثيه بتاعتها الخاصه بيها. طيب الار ان ايه بقى قلنا انواع كثيره مش ثلاثه بس، لكن الثلاثه المشهورين اهم، ده بيحمل الشفره الوراثيه من الدي ان ايه داخل النواه ويطلع للسيتوبلازم بره. ليه؟ عشان يروح بقى للريبوسوم عشان يترجم الشفره المحموله على المرسال، ثم بيجمع الاحماض الامينيه اللي هو الناقل ده عشان يكون البروتين، وده في الفيديو القادم ان شاء الله. ثم ناتي للشريحه اللي بعد كده اللي هو بقى مكان وجود الار ان ايه. الار ان ايه يا جماعه الخير زي ما احنا شايفين هنلاقيهم ان هم ثلاثه. الاولاني بيحصل في عمليه ترانسكريبشن اللي هي النسخ، ده الفيديو اللي بعد كده ان شاء الله. بيحصل نسخ، نسخ يعني ايه؟ دي ان ايه الحلزوني المزدوج اهو الازرق ده، جزء منه هنا بيحمل بروتين معين، جينات معينه انا عايز ده هو اللي يتعمل. فبيحصل ايه؟ الدي ان ايه لا يستطيع تصنيع هذا البروتين جوه النواه. امال مين اللي بيصنع البروتين؟ في السيتوبلازم بره عند الريبوسوم. طب الدي ان ايه هيروح له ازاي؟ ما يقدرش، فبالتالي يبعت الرساله بتاعته مع الام ار ان ايه او الار ان ايه المرسال، ياخد الجزء ده من الشفره ويبتدي يحصل ايه؟ يروح بره اهو، يخرج من فتحات في غشاء النواه عشان يروح لمين؟ للريبوسوم الار ان ايه. الريبوسوم يا جماعه الخير مكون من جزئين غير متساويين بالشكل ده، داخل في تركيبه بروتين والار ان ايه. فالار ان ايه اللي داخل في تركيب الريبوسوم بنسميه ار ان ايه، ريبوسومال ار ان ايه. خلاص؟ طيب بنروح بعد كده، طب ده هيحصل بالشكل ده كده، الريبوسوم هيبتدي بقى يترجم في الشفره، وده الفيديو القادم ان شاء الله. مين اللي هينقل الاحماض الامينيه؟ الحمض الار ان ايه النوع الثالث اللي هو الناقل، تي ار ان ايه، ترانسفير ار ان ايه، يبتدي ينقل الاحماض الامينيه عشان يجمعها زي ما هنشوف في تكوين البروتين في الفيديو القادم. فدول الثلاث انواع اهم اللي هم ام ار ان ايه المرسال، ار ار ان ايه اللي هو الريبوسومي، تي ار ان اي اللي هو الترانسفير او الناقل. وادي اشكالهم بالشكل ده. المرسال اهو عباره عن جزء خيط مفرد بياخد جزء من الايه؟ من الشفره الموجوده على الدي ان اي. اما الريبوسومي فبيكون تركيبي بالشكل ده وبيقوم بوظيفه الترجمه بعد كده داخل الايه؟ الريبوسوم. اما الناقل بيكون شكله معقد شويه، هو عباره عن خيط مفرد اهو زي ما انتم شايفين، ادي الخمسه اهي، ادي الخيط اهو، وادي القواعد النيتروجينيه بالشكل ده، وبعدين لف عامل لوب او حلقه بالشكل ده، وهكذا لغايه لما ملتف وطالع هنا في النهايه بالمنظر ده كده. ادي التركيب النهائي للدي ان ايه يا جماعه الخير اللي هو المزدوج، وادي الخيط، وبكده بكون اتمينا المقارنه المبسطه ما بين الدي ان ايه الحمض النووي والار ان ايه الحمض النووي الاخر. مع تحياتي، وندعو الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وإذا كنت قد أخطأت فمن نفسي، وإن كنت أحسنت فمن الله. ونترككم في رعاية الله وأمانه، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله في تكوين البروتين وباقي الفيديوهات الأخرى إن شاء الله إن كان لها في العمر بقية. نسألكم الدعاء، وكل عام وحضراتكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.